يوم جديد وإشراقات صباحة. نحن بيكون عندنا حاجات في حياتنا حابين إنه نتكلم عنها ونبوح بها، أو عندنا تفاصيل حابين نبدأ بها يومنا، أمال وطموحات وأحلام ورؤى وغيرها من الحاجات اللي نحن بنهدف بها لكيف يتم يومنا وكيف نخلي باقي حياتنا ماشية بنفس الأهداف. ممكن قهوة الصباح أو تفاصيل القهوة عموما بتختلف باختلاف المكان والأشخاص والزول اللي بتشرب معاه القهوة، تفاصيل الكلام اللي ممكن يجي، المهن اللي ممكن تمتهنا وانت بتتكلم مع زول في فنجان قهوة. أنا ما عارفة حيكون في شنو ليلة في فنجان قهوة، لكن خلونا مع بعض نتابعها من خلال فنجان قهوة. من قرية كندي ومزوغي ولا محافظة طمروابة، لكن بس هنا عبد الرمان الحارة 44 الثورة. هاو دي جبنتي ما شاء الله، والله جبنتي دي جمل السمحة ولمت السمحة، وفي الحلة دي احنا طيبين والله ما فينا دول كعب الحمد لله، دي كلنا بنياتي واخواتي وكلنا بنلم سوا وبناكل ونشرب جبنتنا سوا، وحتى لو في اثنين متخاصمين احنا نصلحهم بالجبنة دي، يعني ما عندنا ذوق مخالف، ذوق خالص والله، ولا تقاطع ولا خصام، حتى لو في شجار بسيط نحن نقعد يا فلان كده كده كده، كل ذول ما يدي حقه في وشه، كل ذول بيحترم بغلطه، وكل انسان بصالح الثاني. يعني بعدنا خلافات الحمد لله والله، بنشرب جماعتنا وبنفطر وعندنا اللمه، وانا بقولهم كام وكحبوبه بندربهم ايش ونوريهم، يعني حتى كان في صندوق اسره في حاجه كده، يعني هسه دايره اعمل لهم صندوق بتاع الصاجات حقات رمضان الكبير اللي بيعوزوا فيها العبري عشان دايرين نجهز العبري. الحمد لله هسه ذي البنات دي بنت اختي وولد بنتها متزوجه وولدي ودي وبنتي ودي بنتي ودي بنتي، كلهم ما شاء الله ذي البنات والله، دي بنت اخوي برضه، يعني كلنا ساكنين في حله واحده، وما عندنا والله اصل خالص كلام، يعني الحمد لله ناس سودان اصليين، وناس جبنه وناس لمه وناس عرفه وناس جيره وناس عشيره، ما عندنا كلام خالص تعب والله الحمد لله. وانت بشكر فضلكم قناه الشروق والله العظيم، بشكر فضلكم، ربنا ان شاء الله يزيدكم ويزيد خيركم ان شاء الله في ميزان حسناتكم، ربنا يديكم الفين يدكم، ما قصرتوا مننا تب ما قصرتوا، ونحن ما شاء الله هم نقصر منكم، وانتم ان شاء الله دائما مادين وماشيين. السلام عليكم، أنا مقبولة الصادق جارة حجة مكنونة، ما شاء الله مكنونة أخذنا وصحبتنا وجارتنا، ما شاء الله لمة حلوة ولمة الأهل ما شاء الله، والجبنة معاه تمام الحمد لله، وليداتها وليداتنا ما شاء الله أخوان الحمد لله كويسة ما شاء الله وتبارك الله، ربنا يديها العافية وإن شاء الله في حجتها، وما شاء الله ربنا يديكم العافية إنتوا الحمد لله، وحي ناس النيل الأبيض أهلنا الحمد لله.